السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة، ولدينا مجموعة من الملفات نطرحها لحضراتكم، ونبدأ من ملف حرق المساجد في العراق، إذ أحرق مجهولون مسجدين في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى، ووقعت الحادثة الأولى قبل نحو أسبوع لجامع الرحمن. دعونا نعرض لحضراتكم بعض الصور التي وثقت الحادث. الموضوع مشاهدينا الكرام لا يقف عند هذا الحد، ولم يقف، تكررت نفس الحادثة هذه المرة في جامع النبي إسماعيل عليه السلام، حيث أقدم مجهولون على إحراق باحة الجامعة الخارجية، وامتدت النيران إلى أثاث المسجد قبل صلاة الفجر بساعات. لنشاهد. نبقى مع هذا الجامع مشاهدينا الكرام، إذ أكد أحد القائمين على جامع النبي إسماعيل عليه السلام هو حمل القوات الأمنية مسؤولية كشف من يقف خلف إحراق الجامع وكشف من يحاول إذكاء الفتنة في القضاء. لنستمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في فجر هذا اليوم تم حرق هذا المسجد المبارك في قضاء بلدروز جامع النبي إسماعيل عليه السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل على من حرق هذا المسجد المبارك. يقول تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا المسجد الثاني تم إحراقه في هذا القضاء، فعلى القوات الأمنية وعلى المسؤولين في هذا القضاء أن يأخذوا الإجراءات، لأنهم يريدون فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، من فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من محمد الزيدي يقول: هذا هو المنهاج الذي سيطبق من خلال حكومة السودان وما خفي أعظم. تعليق من خلف العزاوي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القوات الأمنية نائمة ترى بعينها لكن لا تستطيع فعل شيء. ضمن تعليقات من أبو مهند أحمد يقول: خزي على كل مسؤول في قضاء بلدروز، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وضمن التعليقات محمد قاسم يقول: تفضل، هذا ثاني جامع انحرق بهالفترة، بس الله يستر من مخططات دا تنحاك على هذا البلد وعلى المنطقة. الله يهدي النفوس ويتدخل كبار السن والعلماء حتى لا يتغيب صوت العقل والمنطق. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل معكم
إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة، إلى ملف انتشار السلاح المنفلت في العراق، والذي أصبح يستخدم في أي مناسبة أو مشكلة، وبات يشكل خطرا آخر وخرقا أمنيا داخل مدن العراق، لا سيما مع ضعف الدولة وعدم قدرتها على الحد من انتشار السلاح كما يؤكد مراقبون، حيث قامت إحدى العشائر بالاعتداء على القوات الأمنية التي حاولت منع إطلاق الرصاص خلال تشييع أحد شيوخ العشائر في محافظة ميسان في مشهد وصف بأنه يعكس ضعف الدولة أمام سلاح العشائر. لنشاهد. طبعا مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء آرائكم والتعليق بشأن ما نعرض في حلقتنا من مقاطع. طبعا عرضنا كما شاهدتم قضية إحراق المساجد، والآن نتحدث عن السلاح المنفلت في العراق، فننتظر مشاركاتكم. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر. حتى في المشاجرات العادية لا يخلو الأمر من استخدام السلاح وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، هذه المرة في أحد أحياء العاصمة بغداد، ونعرض لكم المقطع الآتي من حي القاهرة في العاصمة لشخص يطلق الرصاص بشكل عشوائي خلال مشاجرة مع جاره. لنشاهد. نستمر مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر إلى شرقي العاصمة بغداد، وتحديدا إلى مدينة الصدر، حيث تحول ملعب كرة قدم خماسي إلى ساحة معركة بعد أن تحولت المباراة إلى نزاع عشائري بسبب مشاجرة. أدى هذا الموضوع إلى مقتل شاب بسبب هذا النزاع في مشهد يعكس الواقع الأمنية المتدهورة في العاصمة بغداد، وغياب تطبيق القانون واستخدام السلاح بشكل علني دون رادع كما يقول عراقيون. لنشاهد. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا أبو حسين الشمري يقول: هذه نتائج السلاح المنفلت وعدم حصره بيد الدولة وفرض هيبتها على الشارع، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من سيد جاسم عباس يقول: إذا هو اللي سرق مليارات طلع بكفالة، عادي اللي دنشوفه في كل يوم. ماريا يوسف تقول: عاصمة كلها إجرام وقتل غابة، حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة. وحسام العجمي يقول:
واني بعرسي واحد رمى برنا وظليت مسجون ثاني يوم العرس وظليت مسجون الثاني يوم العرس. هي الشغلة يمكن هنبخت مدري القانون بس على الفقير؟ يتساءل السيد حسام. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام. معنا السيد أبو فاطمة من سامراء، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخويا أنا شفت سيادة رئيس الوزراء، لأن عندنا حالة في مدينة سامراء، ولد يعني مدينة سامراء حالته مادية كلش صعبة، وحاليا هسه هو ناوي يبيع كليته، ونحن ناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والمحافظ صلاح الدين أن يدخل بهذا التدخل السريع، لأن يعني الولد قام يبيع جسده من أجل العيشة، وعنده والدته والله مريضة كلش. نعم أبو فاطمة، يعني راجعت جهات بالمحافظة، المحافظ، المسؤولين، النواب الموجودين في صلاح الدين؟ استاذ عزيز النواب صلاح الدين ما يبين وخلص، يعني بس سيارة خالد الدراج يعني تبين بشارع سامر حاليا، يعني وهو سأل الله ان شاء الله الشفاء العاجل له. هو مريض يعني غايب عنا شارع سامر، له هو مريض، كان شدناه والله العظيم، كان يعني حتى شاف لحاله. ابو فاطمه، هو هذا الشاب اللي تتكلم يعني عنه، هو باع كليته لو بعده يعني دين ويبيعها، لو شنو الموضوع؟ لا بعده، يعني أني ما خليته يبيعها، قلت له الناشد المسؤولين نعم أسأل الله أن يعني يستقبلون هذا الاسمار في ذاك كلامك. أبو فاطمة، يعني أولاً عاشت إيدك أن أنت تقوم بالشيء الصحيح، حاول أنت واللي تعرفه من المقربين من هذا الشخص أنه يتريث ويصبر شوية، إن شاء الله تفرج يعني. أنا منعته والله، أنا ناشد رئيس الوزراء أن يتدخل هذا التدخل السريع، وما عاد يعني حل في مدينة سامراء خلاص، يعني نعم. كلها نائب لا محافظة، كلها يعني مناشدة وتناشد، يعني هذا الولد خطيئة، يعني حتى أبوه شهيد 2004 مقدم معامل الأموال الشهيد نعم، محاضي يقول له أريد 30 ورقة الله يسلمك معامل، يعني حتى بعد ما مكمل معاملة إلى نعم، يعني لو يصرف له راتب يقول له أريد 30 ورقة حتى أصرف لك المعاملة. نعم أبو فاطمة، الله يكون بالعون، أنا أتمنى صوتك يوصل، وصوت هذا الشاب أو الرجل العراقي اللي يعني دي يحاول يبيع كليته أنه يوصل إلى من يهمه الأمر. أنا أشكرك طبعا للمشاركة وإيصال صوت اللي يعانون وإيصال صوت صاحب حاجة. نتمنى طبعا من اللي سمع هذا الاتصال، من سمع هذه المكالمة وسمع هذا الصوت والمناشدة، طبعا يعني من الخيرين إذا الحكومة عاجزة أو رافعة إيدها من المواطن، فنتمنى من الخيرين أبناء محافظة صلاح الدين، أبناء مدينة سامراء، أنه يسمعون هذا النداء ويحاولون يساعدون هذا الشاب أو هذا الرجل قبل أن يتجه إلى أنه يبيع جسمه في سبيل المعيشة. إلى أي مدى وصل حال المواطن العراقي أنه يبيع جزء من جسمه حتى يعيش؟ أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. الو، حياك الله ابو عبد الله. الله يسلمك استاذ عزيز. الله يسلمك، اهلا وسهلا. استاذ، هذا اخونا ابو فاطمه من سامراء. نعم. يناشد رئيس الوزراء وغير رئيس الوزراء والمسؤولين. اخاف رئيس الوزراء يقول له خلي تعطيني نص من الكلى. يقول له اعطيني نص من الكلى، لو كلهم حراميه عمي، ايش ناشد حراميه؟ ناشد سراق، عصابات. غير من الماكو يا ابو عبد الله، من الماكو عمي، لو يروح الناس الطيبين احسن من الناس هذول العصابات استاذ العزيز. نعم. وهذا النزاع العشائري طلع يوم هيش مرجله، هاي تركيا على التقصف بالشمال وايران على التقصف، وكلها ما شاء الله جرها مسويها بالشارع. نعم. شنو رايك بموضوع موضوع السلاح ابو عبد الله؟ شو وقت راح يخلص؟ شو وقت راح ينتهي هذا الملف؟ شو وقت يخلص استاذ العزيز؟ الا يرجع اخو هدله، لو يرجع اخو هدله هاي كلها تطفي. غيره يعني، هو ماكو غيره؟ لا ماكو غيره، لان غيره كلها انهزمت برا، ماكو، لان هسه انت برا، انت من الذين برا. نعم، احنا طلعنا برا بسبب هذا السلاح يا ابو عبد الله، طلعنا بسبب هذا السلاح. انت غير؟
انت هسه حكيك كله صحيح، هسه لو طب نعم العراق انت يسالوك حيثك انت. نعم نعم. احنا نتكلم مصدر نتكلم مصدر عن هذا السلاح، يسالون البعض يقول ليش قاعد برا وتحكي؟ مو لو البلد امان ما نبقى برا. لو بلدنا بخير بحظ ما نبقى برا. لا والله بلدنا بخير بس يحكمون ناس طايحها. وهذا القصد، هذا القصد، هذا القصد. والقصد الناس الطيبه مثل وجهك الطيب طلعت برا، لان ما توثق نفسها بهذا الشيء. نعم. سيد ابو عبد الله، ان شاء الله تنحل هذه المشاكل ب مثل ما يريد العراقي، بهبه شعبيه، مثل ما تطالبون دائما بمظاهرات وبثوره للخلاص من هؤلاء، لانه الملفات ما راح تنحل، كل الملفات عالقه في ظل هذه الحكومات. اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين. السيد كيان من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيب استاذ محمد، انا عندي رسالتين. الرساله الاولى للسيد علي السيستاني ولكل شخص يصلي ويقول انا عبد الله سبحانه وتعالى. بس علي الصوت شباب، او علي صوتك ابو سيد كيان، لان الصوت منخفض عندي. صار استاذ محمد، انا عندي رسالتين. نعم. الرساله الاولى للسيد علي السيستاني ولكل واحد يصلي ويقول انا اتبع محمد وآل محمد. نعم. هذول النازحين اهلنا وناسنا واحبابنا وارواحنا واكبادنا وقلوبنا وعقولنا. هذا البرد اللي يمر، انت قاعد بالبطانيه متدفي قاعد تسمع، قاعد على الصوبه بيتك دافي، انتم يا عمايم اللي اهل لا اله الا الله علي ولي الله، وينكم عمي؟ يلا وينكم؟ هذا الاسلام. والكل كل واحد يصلي ويتوجه للصلاه، والله لا تصلي احسن ما دام اهلك وناسك لين ديننا الحنيف المحترم يحبنا، ذول اخواننا وناس المفروض نروح لهم ونفتح بيوتنا. كل شخص يستقبل العائله ويفتح بيته، هذول اهلنا وناس متبهذلين، ليش متبهذلين؟ مو حرام هاي؟ حرام. سيد كيان السؤال هل نعم حسألك بالنقطه الاولى، بس اسمح لي. هاي القلب نار، ارجوك. ماشي حخليك يا سيد كيان، يا سيد كيان حخليك وانطيك المجال للنقطه الثانيه، بس انطيني مجال اناقشك بالنقطه الاولى لو سمحت. يعني هل احنا نحتاج انه هو نعم واجب على كل عراقي انه يفتح باب بيته لاخوه المشرد اللي قاعد بالعراء، لكن السؤال هو هل احنا فقراء؟ هل هذه دوله فقيره حتى ننتظر المواطن يفتح بابه؟ ليش ما الحكومه تبني بيت لهذا المهجر؟ ليش ما تعمر له منطقته؟ استاذ محمد احنا نعرف احنا ما عندنا حكومه، الله سبحانه وتعالى ساتر هذا البلد، حكومه ما عندنا. احنا نقول لهاي الناس انتم يا اهل لا اله الا الله، يا اهل القبله، يا اهل محمد رسول الله، للكل مو شخص واحد، يا اهل علي ولي الله، يلا وينكم؟ هذا النبي محمد كان الاسير يعامله باحترام وبحب واحترام، يلا ذول اهلنا واحبابنا، والله العظيم قلوبتنا قاعد تتقطع من الشوم، بس انا ابكي من البارحه لليوم على موتهم من طلع لهذا مال اسمه مخيم الذئب قسما بذات الله. ناس والله بشرفة، احنا بال 2022 بلد خيرات، ناس مهجره يا اخي، عنده شيء حاصله بالقانون، ما عنده شيء رجع لبيته معزز مكرم. اي ما تصير هاي، ما تصير، الله ما يقبل من فوق الراس. ناس صار لها 9 سنين، على شنو 9 سنين؟ ارهاب طبلنا هاي تورطنا، احنا شو سوينا؟ انتم جبتوا الارهاب المالكي والنجيبي، سامع النجيبي تعرف بيناتكم، بعت الموصل وانتهى الموضوع. خطه هي هاي، خطه مسرحيه جاي تتمثل علينا. رجع هاي الناس ناس محترمه، ولا اليوم الى اليوم هل تسمع هاي الناس؟ سيد علي السيستاني انت سيد وسيد مرجع ومحترم، والله العظيم عيب عليك تسمع صوتي وما تلبي ندائي وتوقف لهاي الناس الطيبه الخيره، عيب. لا تقول وديت سمن وديت فاصوليا، لا، اريدك توقف لهم وقفة الله يرضى بيها والنبي محمد وحلبنا بطالب. شكرا سيد كيان من بغداد، انا اشكرك. ويانا السيد محمد من امريكا، تفضل حياك الله. السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطل. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد حياك الله. هاي شغله الجوامع كفيلك محمد الحشد الايراني الصفوي، هم التابعين، هم لازمين الارض هناك، كفيلك الله، هم مسيطرين على هاي المناطق، هم شكوا حريق، شكوا قتيل، شوكو تهجير، هم الحشد الايراني الفاشي تابع لايران، كفيلك محمد. وهاي الشيوخ العشائر هذول تابعين للاحزاب، كفيلك الله، للسلاح المنفلت. هاي مدينه السطل مال شو اسمه، هم كلهم من يشاد، بدون تجاوز، بدون تجاوز،
بدون تجاوز. الله. نعم. ايه عزيزي انت كفيلك الله. العراق ما بيراعي. العراق ملتهين بقوم به يفسخوه. الشركات النفطيه بوعوها كفيلك الله. ترى اخوي انا محمد السوداني ما خلوا شيء بالعراق. تحياتي لقناه الرابعه. شكرا جزيلا. الشعب العراقي. اشكرك سيد محمد من امريكا. معنا السيد ابو سميه من الانبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، بالنسبة لمسلسل حرق المساجد. نعم. بانتقائية. المساجد قبل كل شيء تحرق مصاحف، والمصاحف القرآن الكريم لا يمثل طائفة ولا يمثل مذهبا، فهو يمثل المسلمين عامة. نعم. هذا النهج الطائفي في حرق المساجد، أنا أقول لحكومة السوداني التي بدأت وتدعي بالقضاء على الفساد، أين تصريحاتكم؟ أين تصريحاتكم؟ وأين انتقادكم لهذا الأمر بأنه أمر طائفي وبأنه أمر إرهابي؟ دعوة الأخرى إلى المراجع الدينية في النجف، أين تصريحاتكم على الفضائيات؟ نسمع الخبر ولكننا لا نسمع تصريحات تندد بهذا الاستهداف بانتقائية لبيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فنهج الحكومة لن يتغير، ونهجها هو تخنيم الأفواه والاستهداف الطائفي. نعم. لكل محافظة انتفضت ضد هذه الحكومة الطائفية، يريدون أن يؤسسوا حكومة صاحبة خطوط حمراء كثيرة لا يتعدى عليها أحد. يريدون أن يؤسسوا حكومة كحكومة في طيب. إيران. سؤال سريع، سؤال سريع أبو سمية، الأحداث اللي صارت بحرق المساجد هي نسبت إلى مجهولين، لكن أنت برأيك من يتحمل مسؤولية استهداف المساجد ودور العبادة الموجودة بمحافظات عراقية مختلفة؟ لا يختلف عليه اثنان في أن الاستهداف حدث من قبل الميليشيات الطائفية بصريح العبارة. نعم. أنا أشكرك سيد أبو سمية من الأنبار. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في ملفاتنا في حلقة صوتكم لهذا اليوم.
ننتقل إلى ملف الخدمات وتحديدا إلى مدينة البصرة التي تستعد بعد أقل من شهر لتنظيم كأس خليجي 25 لكرة القدم، والذي يرغب منظموه أن يكون كأس عالم مصغر. هذا هو حال أحد شوارعها في منطقة العشار، أهم مناطق البصرة، سنشاهده بعد قليل، حيث وثق أحد المواطنين الحال المزري لشارع الألبان والرصيف المجاور لنهر الخندق، حيث تتكدس أكوام النفايات عليه في منظر غير لائق للمدينة. لنشاهد. في نهر الخندق أو قدام الخبار، يعني ما شاء الله هذا منظر راقي جدا تشوفونه. الله هنا أما الريحة ما أحكي لكم، الريحة الضاهي العطور الفرنسية، يعني أصلا فرنسا ما تلحقنا بالروائح الموجودة في هذا المكان، كارثة. يعني جاي تشوفونه، والله هذا منظر سياج مال يعني مال شط، وبنص البصرة نص العشار معقول قطية تفلش من القهر مالته. طبعا رغم أن بطولة كأس العالم لا تضاهى من حيث القيمة الكروية وكذلك التنظيم الذي يجب أن يتم فيها وكذلك ما قامت به دولة قطر من تنظيم مبهر ولغاية الآن طبعا في كل المباريات التي حدثت، لكن أيضا هي بطولة كرة قدم ستشارك فيها الدول الخليجية، دول الجارة للعراق، الدول التي فيها بنيان، فيها بنية تحتية، فيها عمران، فيها نظافة، وستقام بطولة كأس الخليج 25 في هذه المحافظة. ننتقل معكم بنفس الموضوع إلى مقطع آخر، إلى جسر الزبير الذي ستمر من فوقه الوفود المشاركة في خليج 25، حيث وثق مواطن حال الجسر، حيث ترك الجسر دون أي صيانة أو ترتيب، وتكدست كميات كبيرة من الأتربة على جانبي الشارع المؤدي للجسر، وكذلك هناك التكسر للسياج الذي يسيج جوانب هذا المجسر. دعونا نشاهد. أخوان السلام عليكم. طبعا باقي 20 يوم تقريبا 25 يوم على إقامة بطولة الخليج، هذا جسر الزبير، الوفود الخليجية، الفرق الخليجية كلها راح تجي على هذا الجسر. لكن تشوف مأساة هذا الجسر، هات لاحظ، شوف هذا المحجر، شوف هذا الرمل، يعني هاي وضعية إلى السادة المعنيين في محافظة البصرة بدون استثناء. بعد لا الناشد البلدية ولا السيد المحافظ شك واحد معن بهذا الملف. شوف لاحظ، يعني هاي تعجبكم الوضعية مال هذا جسر الزبير؟ يعني هاي الوفود من راح تجي وتعبر على هذا الجسر وتنزل على المدينة الرياضية، ايش راح تقول بالله؟ شوف لاحظ باوع، شوف كمية الأتربة والرمل، ايش قد هذا صار له متكدس، وهذا المحجر هاي وضعيته. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع في منطقة المعقل وقرب ملعب الميناء. قام أحد المواطنين بالسخرية من حال المنطقة المحيطة بالملعب وكيف سيتم تنظيم بطولة بهذا الحجم والمدينة تعاني من تردي الخدمات والأموال التي تصرف عليها أو تصرف للمنشآت الحيوية، جميعها تذهب لجيوب الفاسدين بحسب المواطن. لنشاهد. شارع الوسيلة اليوم منطقة المعقل قرب ملعب الميناء، حياكم الله خليج 25 بعد شهر البطولة، واللجنة المنظمة تقول والله خليها كأس العالم مصغرة، أما تحجون صديق هاي الملعب شلون تجيبون طيارات هليكوبتر؟ هاي المنطقة هاي المحاذية للملعب، خاف واحد يقول أما يشتغلون روح خليج 25، هاي خلي أشوف الشارع، هاي الظاهر ملعب الميناء والمليارات قاعد تروح، هاي حتى واحد يقول خاف يشتغلون ما يشتغلون. هاي المنطقة المحاذاة ملعب الميناء، هاي شوفها يا منتخبات المجموعة الثانية راح يجون هنا يشوفون المناظر الخلابة، هاي خليجي يشوف مليارات قاعد تروح خليجي 25. تحياتي، ما يوفر لي أدوية المستشفيات تجيب لي طوبة يريد خليجي 5. الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد حقيقة مشاهدينا الكرام. بهذا الملف من أمام المدينة الرياضية التي ستستقبل بطولة كأس الخليج، انتقد أحد المواطنين الإجراءات التي تتخذها بلدية البصرة، وانتقد زراعتها لأشجار ثم إهمالها، واستغرب كيف سيتم استقبال الوفود وهذا هو حال مدخل المدينة الرياضية. لنشاهد. واحد
على إقامة بطولة الخليج. شوف هذا المنظر اللي أمام البوابة الرئيسية مع المدينة الرياضية. شوف هاي الحديقة. يعني بس يا بلدية البصرة أنتم ما تستحون، ما تخجلون، أدري ما عندكم إحساس، يعني ما عندكم عقيل. هذا النخل، هذا النخل الميت، هذا شنو موقعه؟ إخوان ترى هذا ما صار لشهر من زرعه، يعني أنتم شنو مكلبين بهذا النخل؟ يعني ماكو غير هذا النخل؟ أدري ما تستحون من تجي الوفود الخليجية، من يجي الجمهور الخليجي ويطوب للمدينة الرياضية، هاي الواجهة مالت المدينة الرياضية. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أياد الحمداني يقول: بطولة الخليج أحسن فرصة حتى العالم تشوف فساد الحكومات المتعاقبة. أبو ياسر يقول: البصرة غير مهيئة لاستقبال أي وفود ولأي حدث كان، لأن البنى التحتية في البصرة مدمرة ومتخلفة. تعليق من لؤي القطراني يقول: والله فشل يا ناس يا عالم، كل يوم نفوت منا والقهر كتلنا، يعني معقولة ما شايفينا؟ والله بالله نتفشل. ومحمد جواد المحمداوي يقول: لا والله لا مهيئة ولا اكو تحضيرات، ضعف الخدمات البلدية، مشاكل السكن من عشوائيات وفوضى البناء، ضعف القانون، فوضى المرور، كلها تنعكس سلبا على إدارة المحافظة والدولة، والمحافظ يريد جدار إعلاني يغطي به هاي الفوضى. يبدو هكذا ستغطى هذه الفضائح. معنا السيدة أم إيهاب من نينوى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ولدي مفقودين. نعم. وحرروهم وجاني خبر منهم، والبارحة الحلبوسي يمطي إعلانات على شاكلينهم. الرعاة تجون ينذكرون، نفس السجناء اللي يطلعون ينذكرون الرعاة عليهم، يقولون مو موجودون على اساس يدقونهم حاسبه. نعم. اي والله. وهذا مشيت معاملاتهم من بدايه التحرير ولحد الان من وراء المساله والعداله. نعم. اي كل واحد فوق 13 نفر. ام ايهاب، من يا سنة مفقودين؟ والله مفقودين من 2016، اخذوهم الدواعش. نعم. وحررتهم القوات الامنيه وردوا انكروهم الميليشيات. يعني تاكدتي ان هم صاروا يم القوات الامنيه؟ اي نعم، لان جتني صوره من واحد من ولدي بسجن، هذا سجن مو سجن، سجن بير، مسجونين. نعم. بير، واحد منهم مسجون يعني بير تحت سيطرة القوات الأمنية. أي نعم. لأن وياهم سجناء، يعني بيت مو تقول سجن، يعني بيت المسجونين. طيب هاي الصور اللي شفت بيها ابنك، ما عرفتي بعدين وين راح، وين أخذوه اليا سجن اليا معتقل؟ مطار المثنى، انذكروا مطار المثنى. حتى من جيراني زاد الغرفة المسجونين بها رقم 9، هذا من جيراننا، ولدي لا ما أعرف يعني، بس انذكروا. نعم نعم. أي والبارحة الحلبوسي حيصرع إنهم مسجونين، يريدون ينكرونهم ويلفون ويلهمطون عليهم فلوس من الدول الغربية. نعم. أي السيدة أم إيهاب، أتمنى إن شاء الله تسمعين خبر يفرحك عن ابنك، وبإذن الله تعرفين مكانه أو تعرفين هو وين موجود. أنا أشكر حضرتك وأتمنى هذا الصوت يصل إلى من يهمه الأمر، لعل وعسى يكون هناك يعني حل لذوي المعتقلين بمعرفة مصير أبنائهم. معنا السيد أبو حيدر من بغداد، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي يجب أن يوضع حد لهذه المادة، بلد عمره 7000 سنة بتاريخه، أنجب مهمات علمية ورياضية. نعم. وضد مجموعة من العملاء والخونة والسفلة. نعم. أكيد أكيد إحنا راح نوصل
إلى مرحلة أردى وأسوأ وأنزل من اللي إحنا فيه. الحرية لحيدر الزيدي. نعم. والرحمة والخلود للشهداء. وشكرا. شكرا جزيلا سيد أبو حيدر من بغداد. معنا اتصال. السيد أبو علي من الناصرية تفضل. الأمير القديم. أبو علي حياك الله. الله يخليك عم الله وديك عاش بشابك شلونك. والديك يرحم والديك حياك الله أبو علي أهلا وسهلا. والله يا أخوي هاي ما تروح المشاكل العراق ما تروح. نعم. إيه. تفضل يا أبو علي. أي أنا وياكم أنا ويا أبو جاسم. أنت على الهواء مباشرة يا أبو علي تفضل. الله يسعدك شلونك أبو جاسم. الله يحفظك الله يسلمك حياك الله. أنت السولف الجوامع هاي شوف إحنا شوف هالثاني بالنسبة لي أنا ما أحب الفتن. الجوامع هاي يعني أكو فيها لازم بها واحد مندس. شلون عرفت؟ يعني ما يردون يعني شوف. شلون عرفت؟ أنا أحب إحنا. شلون عرفت يا أبو علي؟ إحنا مو غشمة شوف إحنا مو غشمة هاي الطائفية ماكو دولة يسوونها من إيران يسوونها عرفين؟ احنا شوف انا ماخذ ولا السنه اخوتي وانا عايش وياهم السنه يعني بس سؤال يا ابو علي انت تقول بانه هذه المساجد حرقت لانه كان بها موجود واحد مندس اكو مندسين اخويا يعني احنا خاف نحكي يجوز خاف يصير لا يعني بس حتى نفهمك بس حتى نفهمك انت تقصد مندس بقضيه الاحراق يعني واحد مندس راح يحرق المساجد لو اكو مندسين داخل المساجد ماذا افتهمك هؤلاء دولة تبشني المندسين معروفين هم دولة بحجة يصلي أو يراقب المكان أستقل لك ليش دائما الصيل عندنا ماكو بال يعني الصيل عندنا شفنا هذا دائما المجتمع حاركينه طيب. ولايته أكو شيء اسمه عمليات نوعية وأكو شيء اسمه تكتيك استخبارات وأكو شيء اسمه عمليات عسكرية معينة ومخابراتية معينة وأجهزة تدخل سريع وقوات أمنية لازم يحرقون المسجد حتى يطلعون هذا المندس يعني هي الطريقة لمعالجة الأزمات لازم يحرقون حقل زراعي حتى يطلعون منه دواعش مثلا لو لازم يفجرون منازل مواطنين حتى يخلصون منها أو يلقون أو يلقون القبض على عناصر مندسة هي هاي الطريقة مال معالجة المشاكل عندكم حبيبي شوف حبيبي أبو شاش وخلي خدمك تفضل شوف أنت ذاك اليوم السيطرة لقوا بالمصحف بالقرعة لقوا مخدرات الدوائي لقوا مخدرات ماكو نعم. بالمصحف لقوا نعم. شوف يعني لقوا بالقرعة حاطين مخدرات يعني شنو مثلا لما يلقون بالقرعة حاطين مخدرات خلاص نضرب المسلمين بالعراق نقتلهم نفجر مساجدهم شنو التفكير هذا يعني شنو اذا واحد نفسه ضعيفة واحد ما يخاف الله حاطط مخدرات بالمصحف يعني شنو معناها عمي خلنا خدمك ابو جاسم انت اخوي ها وانا شوف وانا احبك يعني شوف الله وكيلك يعني بدأ الهرج والمرج بالعراق ماكو الهرج والمرج والمخدرات نعم. يعني هاي تشوف هاي شوف نعم. يعني شوفه يمشي بالشارع دايق يطوطح يصفن عرفين كسلة صلاة ماكو طيب. عم الدنيا راح هو ربط ماكو بالكلام بس أنا أشكرك سيد أبو علي نعم وصلت الفكرة شكرا جزيلا كنت معنا من الناصرية سواء مطلوب طب إلى دخل إلى جامع مندس مثل ما وصفته عنصر إرهابي وهذه كلها طبعا ما وردت أصلا بالأحداث اللي صارت كان على الأقل ذكروها القائمين على المساجد بل بالعكس هو من قام بالحرق يعني جهة مجهولة لو هم جهات رسمية تلقي القبض على واحد كان عرف من هي هذه الجهة لكن هي جهات مجهولة هدفها التخريب هدفها الإساءة لبيوت الله هدفها حرق المساجد مو الهدف انه انا ادخل القي القبض على واحد مطلوب او واحد مندس او من هذا اللي تفضلت به لو كان هناك فعلا شخص مطلوب دخل الى مسجد يكون هناك طريقة لإلقاء القبض عليه دون الحاق اي اضرار بهذا المكان المقدس دون الحاق الاضرار بكلام الله اللي موجود في داخل هذا المسجد مو انا اريد دبرر فكرة حرق المسجد عن طريق انه أوهم الناس أن هناك مندس دخل إلى هذا المسجد وبالتالي هذا ما يعطيك حتى المبرر أنه أنت تروح تضرب تحرق أو تفجر أي شيء سواء مسجد أو منزل أو بستان أو أي شيء تابع لناس أو تابع لأوقاف أو تابع للدولة
طيب نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات أو من مقاطع موجودة في هذه الحلقة. نستكمل طبعا موضوع الخدمات، لكن ننتقل إلى ملف الخدمات المتردية المتعلق بالمواطن بشكل مباشر. هذا الملف يمس حياة المواطنين، وهو رداءة الطرق وتكسرها، والتي طبعا تسببت بحوادث، عشرات الحوادث يوميا، والتي تذهب على أثرها عشرات الأرواح بشكل يومي، حتى أصبحت الطرق تسمى باسم طرق الموت لكثرة الحوادث التي تقع فيها. من هذه الطرق هو طريق الفاو، أحد الطرق التي تقع فيها الحوادث بشكل يومي بسبب رداءتها وعدم صيانتها أو إعادة تأهيلها من قبل دوائر المحافظة. دعونا نشاهد. طبعا لا تزال الحوادث موجودة على طريق الفاو، ولا يزال أهل الفاو والقادمين من البصرة إلى الفاو يناشدون كل المسؤولين وخاصة المحافظ بسبب هذا الطريق الذي دائما ما يأخذ الأرواح والممتلكات. ولا تزال مناشداتنا قائمة ونحكيها دائما، وقلناها قبل وقلناها هسه، وينك يا محافظ؟ وين محافظ البصرة؟ هذا طريق أخذ أموال، أخذ أرواح، خطورة على كل اللي قادم من الفاو إلى البصرة، من موظفين، من طلاب، من أحد عنده معاملة للفاو. طريق موت بأكثر من 500 تريلة تمشي تقريبا باليوم على طريق متهالك تعبان. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر، إلى طريق آخر ومن محافظة أخرى، هو طريق الكوت الناصرية، حيث تسبب حادث بوفاة 8 أشخاص بسبب رداءة الشارع وعدم وجود وسائل أمان فيه واستخدامه كطريق خدمي ذهابا وإيابا لعدم وجود طريق على الجانب الثاني. دعونا نشاهد. قبل قليل طريق الكوت الناصرية ولا واحد بقى. هاي سيارة وهاي سيارة، إلى متى تبقى هاي الأرواح تحصد بالعراق بسبب الشوارع والطرقات؟ تفضل. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا مع حادث ايضا من الكوت ومن طريقها السريع المؤدي الى بغداد، حادث سير لرجل وزوجته، ولعدم وجود اسعافات على الطريق ادى هذا الموضوع الى اسعافهم بشكل شخصي من المواطنين. طبعا يتعرض بعض المواطنين للمساءلة العشائرية والقانونية عند نقل المصابين، مما جعل الكثير يترك المصابين دون نقلهم للمستشفيات خوفا من تلك المساءلات. الآن لنشاهد أحد الشباب من مدينة الكوت اضطر لتوثيق الحالة وتصويرها لضمان حقه وعدم تحميله مسؤولية الحادث. لنشاهد. على هذا حادث، هذا راح نشيل عمس ونحطيه ان شاء الله بخير. ان شاء الله صعد فوق. هذا مسيرة، هذا الولد مسيرة، جزاه الله الف خير. هذا الولد علي، تاخذ وياك المرة هاي، جيبه حط لي الولد، تعبان جيبوه. وخر وخر وخر، لا بس مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات سريعا بشأن هذا الموضوع. المهندس أحمد الحجامي يقول المفروض أبو العشيرة هو يروح البيت ويشكر على هذا الموقف ويكون عبرة ونموذج لغيره، مو يتشلب بيه. أيان تقول هاي الحالة لازم يصير لها حل، قبل أسبوعين زوج أختي همسة وحادث ولوما ابن حلالي نقلة، الله أعلم شنو كان صار، الله يبارك بيه ويكثر من أمثاله. أثراء تقول دائما الفرد العراقي مبتلى بعمل الدولة تدفعه إنسانيته بغياب الإسعاف الفوري. وسكينة تقول ما أعرف شنو هالإهمال والتهاون بأرواح الناس، الطريق صار لسنة بلا تبليط ومحفر وسايد واحد، السيارات صايرة ملاقة، ما يصير هيتشي، وين المحافظ وين البلدية؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى، وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مقطع فيه الرسالة الآتية: نحن أهالي منطقة المغيصية في محافظة بابل نعاني من المياه الآسنة التي تجمعت بسبب كسر أنبوب الماء الرئيس الذي يغذي مناطق المسيب،
بالرغم من المناشدات إلى المسؤولين ودائرة الماء لكن دون استجابة. لذا نرجو من برنامجكم توصيل صوتنا إلى الجهات المسؤولة. دعونا نشاهد. شسوا بعد هاي ملكة الناشد خلصونا ياها عالجونا يعبرون على الطابوق لا كل شيء ما مر منك ذل السيارات منك يفوز لازم تعرف تر منك الله يجي منانا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.